القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. قبل 40 عاماً استقرت ماغدالينا في بلدة ألمانسية في أطراف إشبيلية. هي الآن على مشارف الستين، وقد توفي زوجها غييرمو رامون منذ 10 سنين وترك لها منزلا صغيرا في زنقة سان دييغو. تعيش ماغدالينا وحيدة منذ أن مات الكلب تومي 3 سنوات بعد رحيل غييرمو. لم تكن ماغدالينا تقيم روابط قوية مع جيرانها إلا ما كان من لقاءات عابرة في مناسبات دينية أو اجتماعية. لم تكن من المواظبات على الحضور إلى الكنيسة لقداسات الأحد، وكان ذلك يثير لدى البعض تساؤلات. الذين يعرفونها منذ فترة طويلة كانوا بين فينة وأخرى يستحضرون كفاءاتها الرفيعة في الفلامينكو، منهم من كان يتساءل في حضورها نفاقا أو صدقا عن الأسباب التي حالت دون احترافها الرقص. كانت تكتفي بابتسامة بها بعض من خجل. لم يكن غييرمو يشجعها على ذلك، وإن كان لا يخفي بعضا من نشوة وافتخار حين كان الآخرون يغرقون في الحديث عن قدرات زوجته. ما قبل 40 عاما التي أمضتها ماغدالينا في ألمانسية لم يكن يعرفه سوى غييرمو، وقد ظل محتفظا بأسرار تلك الحقبة وحملها معه دون أن يبوح بها لأحد. تعرف إليها غييرمو في العام 1958، كان في 25، وكانت هي في 15 أو 16. يومها كان في زيارة إلى شفشاون، وقد صادفها في أحد دروب المدينة. كان كلما استحضر تلك اللحظات يعيد على مسامعها الذي أحس به لما التقت عيناه بعينيها. قال إنه خال نفسه يومها في غرناطة ذات زمن أندلسي زاهر. كذلك كان يقول كلما استحضر تلك اللحظات التي حولت حياته. ثم اكتشف أن الفتاة التي أسرت قلبه تعمل خادمة في منزل إحدى الأسر الميسورة الحال، تغادره حين يحل المساء وتمضي إلى منزل قديم تقضي فيه الليل. سيعلم لاحقا أنه كان يعود إلى تلك الأسرة التي تستخدمها. غييرمو ذو 25 ربيعا كان قد أنهى الخدمة العسكرية قبل بضعة أشهر، وقد جاء إلى شفشاون في رحلة سياحية عبر عدد من مناطق شمال المغرب. بعد 3 أيام قرر الاقتراب منها. قابلته بنفور واستنكار. كانت تفهم الإسبانية. لم تكلمه في مرات أولى، ولما لمست منه إلحاحا سألته عما يريده منها. تذكر أنه ضحك. كانت تتوقع أن يقول لها شيئا من قبيل إنه يريد أن يخرج معها في نزهة، كما سبق وأن سمعته أكثر من مرة من شبان بل ومن كهول شفشونيين. ولكنه بعد أن ابتلع ما تبقى من ضحكته قال لها أحبك. اهتزت الفتاة، لم يسبق لها أن سمعت كلاما بكل تلك القوة. أحست بحرارة تخترق وجنتيها. نظرت إليه، كان يبتسم ابتسامة مترقب للرد، ولكنها هربت منه. عاد غييرمو في اليوم التالي. استوقفها قبل أن تبلغ الدرب حيث المنزل القديم الذي تأوي إليه. يومها قال لها اسمه، يومها قال لها إنه يريدها. بعد تلك اللقاءات القليل عددها أحست بأنها تجد في نفسها ميلا لا تفهمه إلى هذا الشاب، وللمرة الأولى اتفقت معه على لقاء خارج أسوار المدينة. ما تعرفه من إسبانية يتيح لها تواصلا مقبولا مع هذا الأجنبي، ولعلها المرة الأولى التي نظرت فيها إلى عمق عينيه. المراهقة التي كانت رأت في تلك النظرات حبا لا يخفى. عادت الفتاة واسمها الغالية إلى مأواها في عمق المدينة القديمة. كانت في حيرة، كيف لها أن تقيم علاقة مع شخص غريب في ذلك البيت الذي لا يتقاسمه معها أحد؟ كانت تخاطب نفسها بصوت مسموع، وكانت تتخيل الذين تريد مخاطبتهم، تضع لهم ملامح وأصواتا.
في ذلك البيت لا يوجد من يأمرها بالسكوت أو يعلق على ما يصدر عنها من كلام. هنا هي الآمرة الناهية، وحتى الذين تريد مخاطبتهم ملزمون بسماع ما تقول وبالتعقيب بالكلام الذي تريده هي، هو عالمها. في تلك الليلة كان مخاطبها ذاك الشاب الإسباني الذي قال إن اسمه غييرمو. كانت وهي تخاطبه تستحضر واقعها قبل 5 سنوات، لما كانت في 10 أو 11 علمت أنها يتيمة الأبوين. قيل لها إن والديها ماتا في حادثة سير بينما كانا في الطريق إلى مولاي عبد السلام. لم تعلم لهما قبرا، ولا أخبرها أحد بما إذا كان لها إخوة. كل ما تعرفه أنها محسوبة على تلك الأسرة التي تخدمها لقاء اللقمة. كانت بنات تلك العائلة ممن كن في سنها أو قريبات منها تذهبن إلى المدرسة، وكانت هي تغسل ملابسهن وتكنس غرفهن وتساعد ربة البيت في إعداد الطعام. تلك هي حياتها، ولا ترى لها أفقا أبعد من واقعها ذاك. يبدأ يومها قبل طلوع الشمس وينتهي عند الغروب. في تلك الليلة سألت نفسها عن علاقتها بتلك الأسرة. لم تجد لسؤالها جوابا، خافت أن تمضي أبعد في النبش. اتخذت قرارها بالهروب من حياتها تلك التي لا أفق واضح لها. قبل أن يهزمها النوم قررت أن تبلغ الإسباني بما انتهت إليه. في الصباح مضت كعادتها إلى منزل تلك الأسرة، أعدت وجبة الفطور ووضعتها على المائدة، ثم انزوت هي في المطبخ تنظف ما اتسخ من الأواني. لقد تعلمت منذ سنين أنه لا ينبغي لها الجلوس إلى المائدة جنبا إلى جنب مع أصحاب الدار. في المساء قبيل المغرب، وكانت على موعد مع غييرمو، حملت ما فضل من طعام الغذاء لتتخذه لها عشاء، ثم غادرت. وضعت ما حملته من طعام في غرفتها ومضت إلى موعدها مع الإسباني. مساء ذلك اليوم أبلغته برغبتها في الرحيل عن شفشاون. تلقف رسالتها سريعا وعرض عليها الرحيل معه إلى إسبانيا. لم تقوى على الكلام، حركت رأسها موافقة وهي تحبس دموعها. قال لها إنه سيدخلها إلى سبتة، ومن هناك سينتقلان بحرا إلى إسبانيا. تواعد على اللقاء في الصباح الباكر في محطة الحافلات. منذ إذن لم تعلم خبرا لتلك العائلة التي اتخذتها خادمة لقاء لقمة، مما يفضل عن موائدها. لم تعد الغالية بعدها إلى شفشاون. ذاك سر لم يعلم به أحد من معارفها في المانسية ولا في أنتيكويرا قبل ذلك. تذكر أنهما أمضيا 3 أيام في سبتة في منزل صديق لغييرمو. كان يجد صعوبة في نطق اسمها الغالية. أبلغها أنه سيناديها ماغدالينا. ضحكت كالمجنونة ليلتها. انتابها شعور غريب، وكأنها تدفن ماضيها القريب لتبدأ حياة جديدة. لقد خلفت شفشاون وراءها، وها هي تقرر ألا تلتفت إلى الوراء. في سبتة اشترى لها غييرمو لباسا كذاك الذي ترتديه الإسبانيات. اعتمرت قبعة تتدلى منها شبكة رفيعة لا تحجب الرؤية، ولكنها تموه الوجه، بدت أكثر جمالا. لما ركبت الباخرة وكانت تفعل للمرة الأولى، صعدت رفقته إلى السطح. كان الوقت ضحى، ورأت اليابسة تبتعد، والدلافين وأناسا كثيرين لمحت من بينهم وجوها تشبه تلك التي كانت ألفتها في شفشاون. عمل غييرمو في أنتيكويرا سائق حافلة، وكان عمله ذاك يضمن له دخلا قارا. بعد 3 أشهر قرر الزواج منها. كان عليه أن يستخرج لها وثائق هوية، وكذلك صارت تحمل اسم ماغدالينا الرامون. بعد 5 سنين أمضياها في أنتيكويرا، قرر غييرمو الانتقال إلى إشبيلية حتى يكون أقرب إلى والدته التي كانت تسكن في حي تريانا. تعاطى تجارة الخضر والفواكه. اشترى شاحنة صغيرة كان يجوب على متنها جهات عديدة من الأندلس، يستقدم إلى إشبيلية الخضر والفواكه وفق ما يتوفر منها كل موسم.
وكذلك استطاع أن يوفر مبلغا هاما من المال اشترى به المنزل الذي استقر به مع ماغدالينا. منذ أن توفي غييرمو لم تعد ماغدالينا تختلف إلى الكنيسة، في مرات قليلة تشاهد هناك. كان أكثر ما تحبه أيام لافيريا، ذاك المهرجان الذي يمتزج فيه الدين بالتاريخ بالأساطير وتنشط فيه التجارة والغناء. وكلما حضرت المهرجان الذي يقام مستهل الربيع من كل عام، استحضرت تلك المرة الأولى التي شهدتها. كان معها غييرمو، وللمرة الأولى انخرطت في وصلات الفلامينكو، شدت إليها الأنظار، وجاء إليها وهي تقف بجوار غييرمو من أغدق عليها بعبارات الإعجاب. كان ذلك يثير لديه غيرة اعتادتها، فيعجل بعودتهما إلى البيت أو يقترح الذهاب إلى فضاء آخر. في المانسية الآن وقد توفي غييرمو، لم تعد تستقبل الكثير من الضيوف. وحدها كراميلا جارتها الأرملة مثلها كانت تتبادل معها الزيارات. وقد صارت المرأة التي كانت مثلها على مشارف الستين صلتها الوحيدة بمحيطها. ذات صباح وهي ترافقها إلى المقبرة لتضع إكليلا من الزهور على قبر غييرمو، سألتها عن سبب غيابها عن قداسات الأحد في الكنيسة. وحتى تضفي على الموضوع ما يحتاجه من جد، قالت لها إن الكاهن سأل عنها أكثر من مرة. صمتت ماغدالينا دقائق طويلة، ثم اكتفت بالقول: لست أدري. وقد لمست فيما قالته كراميلا ما أوحى إليها بأنها وربما جارات أخريات تساورهن شكوك حول عقيدتها المسيحية. في يوم الأحد الذي تلا ذلك الحديث، كانت كما فعلت مرات في الماضي تجلس في الصف الأمامي حتى يراها الكاهن الذي ألقى موعظته التي لم تكن تختلف عن تلك التي ألقاها في مرات سابقة. لم تكن ماغدالينا تدري أن حضورها ذاك القداس سيكون الأخير. مساء ذلك اليوم وهي تأوي إلى فراشها، أحست بضيق في التنفس وتوهمت أنه الموت يحيط بها. كان لها دفتر تدون فيه ذكرياتها منذ أن تعلمت الكتابة. أخرجته وجلست إلى الطاولة، ثم كتبت: أحس بتعب شديد. يبدو أنها كانت تهم بكتابة شيء آخر لما سقطت على الأرض. في الغد مساء جاءت كراميلا لزيارتها، طرقت الباب مرات عديدة، ولما لم يأتها جواب أبلغت الشرطة. حين اقتحم المنزل عثر عليها جثة هامدة، انكب المحققون على دفتر ذكرياتها فيه كانت قصتها الكاملة. في القصرين بتونس، في واحد من مجموعة بيوت يمر بمحاذاتها شارع خير الدين، يسكن العرب مسيكا مع والديه وثلاثة من إخوته. هي واحدة من العائلات التي في الظاهر تبدو بلا مشاكل. يعمل الأب سعيد مسيكا في إحدى مقاهي وسط المدينة. له بنت واحدة هي أصغر أبنائه، انقطعت عن الدراسة قبل عامين. وله ثلاثة أولاد، يعمل اثنان منهم في ورشة للنجارة. أكبرهم العربي لم يفلح في الدراسة ولا تعلم صنعة يكسب منها قوت يومه. هو الآن في 32. منذ سنوات، منذ أن بلغ 20، صار والده يتجاهله ولا يفتأ يكرر أنه أعياه نصحه وتوجيهه. بالنسبة إليه فإن العربي حالة ميؤوس منها. في غرفة على السطح سقفها من صفائح زنك وأخشاب يمضي العربي مسيكا لياليه. في ركن من الغرفة موقد نار يعمل بالغاز الطبيعي. وخارج الكوخ بجوار صنبور الماء اليتيم مخبأ يتخذه بيتا للنظافة. هو ذاك عالمه الذي لا يدخله أحد غيره. على الجدار مشاجب علقت عليها ملابس من أشكال شتى، أغلبها بالية. خلف الباب عكازان معدنيان كتلك التي يتوكأ عليها من بأطرافهما السفلى علة. من يعرف السلامة البدنية التي عليها العربي سيستغرب حتما لوجود العكازين. يعود العربي إلى المنزل في ساعة متأخرة من المساء، يتسلق السلم إلى الطابق الثاني. تعلم والدته وإخوته أنه حضر
حين يصلهم الصوت الذي يحدثه الباب الحديدي الصادئ لما يتم فتحه. كان صوتا مميزا. يسهر إلى ما بعد منتصف الليل ولا يستيقظ إلا بعد أن ينتصف النهار. ما كان يثير الانتباه أنه منذ فترة ليست بالقصيرة لم يعد يتحين فرصة خروج والده إلى عمله ليبحث في مطبخ العائلة عما يقتات به. وقد دفع الفضول أمه مرة إلى سؤاله عما إذا كان وجد عملا، رد بكلام لم يحمل جوابا واضحا، قال إنه يحاول أن يجد عملا. لم تمضي في سؤاله إلى أبعد من ذلك، رأت أن الأهم أن لا يأتي إليها يطلب مالا وأن يتولى أمر نفسه، وكذلك طوي الموضوع. حين يغادر المنزل يحمل معه حقيبة صغيرة كتلك التي يضع فيها الرياضيون ملابسهم، أحيانا يحمل معه العكازين أو أحدهما. يرى كل يوم في التوقيت نفسه تقريبا في شارع خير الدين أو وهو يعبر شارع عبد العزيز السبيكي. ليس في هيئة الرجل ما يجعله مختلفا عن عموم العابرين من هناك. لا يلبث أن يختفي، الأيام عنده تتشابه أو تكاد. ذات يوم ولم يحدث ذلك من قبل، صعد شقيقه متولي الذي يعمل في ورشة للنجارة إلى السطح، ولم يكن قد فعل منذ أمد بعيد. لم يكن العربي موجودا. أحس بوسوسة بداخله تدفعه دفعا إلى اقتحام عالم العربي الذي يخالونه غريبا يعج بالأسرار. حاول أن يقاوم تلك الوسوسة التي تلح عليها، ولكنها كانت الأقوى. اقترب من الباب الحديدي الذي يذكر ما ظل به من صباغة أنه كان بنيا. لم يكن يخامره شك في أنه مغلق، ولكنه قرر أن يحاول فتحه ثم تراجع. مضى إلى النافذة الوحيدة، زجاجها الشفاف وغياب ستارة يتيح له أن يرى ما في الداخل. الصمت يعم المكان. عاد إلى الباب، فتحه بعزم ودخل بخطو حذر. تلك الملابس البالية التي تتدلى من المشاجب المثبتة على الجدران لفتت نظره. قرب السرير كأس به بقية من شاي أسود ومرمدة بها الكثير من أعقاب السجائر. على طاولة فقدت أحد أرجلها وأسندت إلى الجدار صحنان وملعقة كبيرة من الألومنيوم وآنية بها بقية من معجنات. يجول بنظره في الغرفة دون أن يلمس شيئا. على رف تكاد تحجبه الملابس المعلقة لمح صندوقا خشبيا. أمسك به لينزله حتى يكتشف ما بداخله. وقد فاجأه ثقل الصندوق. أنزله بلطف ووضعه على أرضية الغرفة. رفع عنه غطاءه فأذهله ما رآه. الصندوق مليء عن آخره بقطع نقدية مختلفة. جلس على أرضية الغرفة وظل يتأمل ذاك الكنز الصغير الذي وقع عليه. كانت القطع النقدية مرصوصة صفوفا، فوق الصف الأخير بضع قطع لا تكمل صفا. ودم تولي لو أنه استطاع إفراغ الصندوق مما فيه وإحصاء ذلك المال. يعلم أنه إن فعل سيفتضح أمره. لا يدري كم مر من الوقت. حمل الصندوق وأعاده إلى مكانه، وقد أوحى إليه ما اكتشفه بأن العربي قد يكون يخفي في مكان آخر ما تفوق قيمته ما في ذلك الصندوق الخشبي. فتش جيوب معطفين ولم يعثر بهما على شيء، ثم انحنى ينظر تحت السرير. رأى زوجي حذاء، وبينما كان يهم بالخروج نظر إلى السقف فرأى محفظة جلدية صغيرة بين عارضتين خشبيتين. جاء بكرسي كان بجوار الباب وارتقاه، سحب المحفظة. قبل أن ينزل من الكرسي سارع إلى فتحها. وقع نظره على رزمتين من الأوراق النقدية تغلب عليهما ورقتا الخمسة دنانير والعشرين دينارا. تساءل من أين للعربي بكل تلك الأموال؟ لا أحد في البيت يعلم له عملا. أعاد المحفظة الجلدية إلى مكانها، ثم أعاد الكرسي إلى حيث كان.
غالب الذهول الذي اعتراه ومسح الغرفة بنظرة. لما اطمأن إلى أن كل شيء صار مكانه كما كان غادر الغرفة، يحس بثقل ما يحمله في صدره. السؤال إياه يجلجل في دماغه: من أين للعربي بكل ذلك المال؟ وهو ينزل السلم قرر أن يمضي بعيدا عن المنزل حتى لا تسأله أمه، وكذلك مضى إلى مقهى في شارع 9 أبريل 38 900 يظن أن ابتعاده عن أجواء العائلة سيتيح له فرصة لمحاولة فك لغز الصندوق الخشبي المملوء قطعا نقدية وتلك المحفظة الجلدية التي تضم في أحشائها رزمتين من أوراق 5 دنانير و20 دينارا. وهو يفكر في الأمر لم يستثني أن يكون شقيقه الأكبر يقوم بنشاط غير قانوني كالاتجار في المخدرات. هو يعلم أن العربي يدخن ويفرط في التدخين أحيانا، ولكنه لم يعلم قط أنه يتعاطى المخدرات. ثم قال لنفسه: إن أغلب تجار المخدرات لا يدمنون عليها، يبيعونها لزبنائهم، يأخذون منهم أموالهم، ثم من مكان بعيد يتفرجون عليهم وهم يعانون الإدمان. بتلقائية رفع إلى فمه زجاجة المشروب الغازي فاكتشف أنها فارغة. قرر أن لا يخبر والديه وأن يجعل شقيقه الأصغر سليم شريكه فيما يهم به من استكشاف لعالم الشقيق الأكبر. لن يجد صعوبة في الانفراد به، فهما يتقاسمان غرفة النوم. كان يوم عطلة، عاد إلى البيت ومضى إلى غرفته. لم يكن سليم موجودا في الليل، متسع للحديث عن هذا الأمر الذي يحيره. بدت له طويلة الساعات التي انتظر فيها عودة سليم. لما جاء ما أن رآه حتى دعاه إلى غرفتهما. حين حكى له عما اكتشفه في تلك الغرفة على السطح التي يتخذها العربي سكنا، أصيب بالذهول. حكى له عن الصندوق وعن المحفظة الجلدية. لم يكن سليم وهو يسمع أقل استغرابا من متولي حين اكتشف ما اكتشفه. لما تخطيا لحظات التعجب والاستغراب، اتفقا على أن يتبع شقيقهما الأكبر ويسلك مسالكه. قال متولي إن ذلك وحده الكفيل بكشف مصدر ذلك المال. طلب من رب ورشة النجارة التي يعملان بها عطلة من يوم واحد. يومها بعد أن تناول وجبة الفطور ظل في البيت ينتظران لحظة خروج العربي. جعلهما ينتظران حتى منتصف النهار. كان يوما ربيعيا. سمع الباب الحديدي المفضي إلى السطح ينفتح. تلاه وقع خطى العربي. لما أيقن أنه خرج نزل يقتفيان أثره. صعد شارع خير الدين ثم انعطف في شارع عبد العزيز سبيكي. علق على كتفه تلك المحفظة التي تشبه حقيبة الرياضيين. في يده العكازان المعدنيان يمشيان وراءه. لم ينتبه، المسافة بينهما وبينه تمتد لأكثر من 20 مترا. عبر إلى شارع 9 أبريل. فاجأهما بأن دخل إلى بناية سكنية عند ملتقى شارعي 9 أبريل وفرحة حشاد. لم يستطيع إلى اتباعه سبيلا، وقف ينتظرانه فقد يغادر سريعا. اتخذ لهما مكانا يسمح لهما بمراقبة باب تلك العمارة. مر ما يقرب من نصف ساعة لما ظهر بالباب رجل يرتدي أسمالا ويتوكأ على العكازين. في رجله ضمادة بيضاء تنتشر عليها بقع حمراء. الطربوش الصوفي الذي يضعه على رأسه يغطي نصف وجهه. مشى في شارع 9 أبريل. للحظات تجاهل متولي وشقيقه سليم ذلك الرجل الذي يمشي بصعوبة. ثم انتبه سليم إلى أن الحقيبة التي يعلق على كتفه الأيسر تشبه حقيبة العربي. انتظر دقائق أخرى. الرجل المتوكئ على العكازين يكاد يصل إلى نهاية شارع 9 أبريل. صار يشكان الآن في أنه العربي. تقدم قليلا في شارع 9 أبريل، ولما رأياه يتوقف كمنا يراقبانه توكأ على جذع شجرة
ثم شاهد امرأة تتوقف عنده وتفتح حافظة نقودها وتضع قطعة في صحن لماع كان يمده، وكما فعلت المرأة فعل عدد من المرة. وأيقن سليم ومتولي أن شقيقهما الأكبر الذي لم يفلح في الدراسة ولا قبل تعلم صنعة اختار التسول حرفة. أصيب بخيبة أمل كبيرة، لم يتبادل غير نظرات، تركاه وعاد إلى البيت. انتظر وصوله في حدود منتصف الليل فاقتحم عليه غرفته، قال له إنهما كشف سره وإنهما اتبعاه ورأياه يتسول. أحداث تيفي. حاول أن ينكر ولكنهما قص عليه تفاصيل بداية يومه ذاك، لم يجد غير دمعات للرد. حسباه قد فكر في التوبة والبحث عن عمل يحفظ له ماء الوجه، ولكنه في اليوم التالي خرج كما كان يفعل وسلك الدروب نفسها وأمضى يوما آخر يتسول. السنوات التي أمضاها متخفيا في غابة غوروغو يتحين كمئات من أمثاله فرصة التسلل إلى مدينة مليلية المحتلة علمته أشياء كثيرة. يحتفظ بذكرى ثلاث محاولات يقول إنها كادت تكون ناجحة، ولكنها بالنسبة إليه انتهت نهايات مأساوية. في أولاها في العام 2000 فقد صديقا عزيزا، وفي الثانية أشهرا بعد ذلك كسرت ساقه ولزم مخبأه عدة أشهر. في المحاولة الثالثة ولم يحاول بعدها فقد صديقا آخر وتمكن هو من النجاة بأعجوبة. من محاولاته تلك يحتفظ إسماعيل بذاك العرج الخفيف الذي خلفته إصابته في المحاولة الثانية. من أطراف الناظور وصل إسماعيل إلى طنجة حيث التقى أفارقة كثيرين كانوا مثله يتحينون فرصة التسلل إلى الضفة الأوروبية. تعرف الشاب ذو 30 الذي يقول إنه من بوركينا فاسو إلى عدد من الشبان المغاربة في حي بوخلف، وقد أكد غير ما مر أنه يعدهم أهله ويضعهم مكان عائلته التي ودعها قبل 8 وهو يغادر قريته في زينياري. الذين يحدثهم عن زينياري وعن شقيقاته الثلاث وعن أمه مريم وعن والده مامادو المتوفى منذ زمن بعيد لا يقدرون إلا على تخيل تلك الأسرة الإفريقية وهي تعيش على إيقاع لا يوجد مثله إلا في إفريقيا. منذ أن استقر في طنجة لم يعد إسماعيل يبدي كبير اهتمام بالعبور إلى الضفة الأوروبية. صحيح أنه كان حلما له في السنين التي مضت، ولكن نظرته إلى الأمور تغيرت. كان كعشرات من الأفارقة الذين انتهت بهم الرحلة إلى طنجة يعيش على ما يقدمه الناس من صدقات ومساعدات. يتقاسم إسماعيل شقة من غرفتين وحمام مع 5 آخرين جاءوا من بلدان مختلفة، وقد صار وجها مألوفا في مقاهي الحي، وكثيرا ما كانت لقاءاته تلك مناسبات يحكي فيها صورا وذكريات من حياته صبيا ثم مراهقا فشابا في زينياري، وعن رحلته التي كانت المغامرة الأكبر في حياته. وكذلك علم منه جلساؤه من شبان الحي أنه قبل أن يدخل أرض المغرب أمضى 4 في الجزائر. لم يكن جلساؤه ليفهموا سبب بكائه كلما أتى على ذكر تلك الأشهر التي أمضاها في سيدي بلعباس إلا حين حكى لهم عن القبض عليه. قال إن أناسا بالزي المدني أمسكوا به بينما كان يتجول في وسط المدينة وجردوه مما كان معه من مال ومتاع. لم يشفع له توسله إليهم ولا بكاؤه. قال إن كل شيء مر بسرعة ثم اقتيد إلى زنزانة في السجن حيث أمضى 3. يوم غادر السجن أبلغ بأن عليه أن يرحل عن الجزائر خلال 3. معاناه في المعتقل كان يدفع إلى استعجال الرحيل. انتقل إلى تلمسان حيث التقى ماليا يقيم في المدينة منذ فترة طويلة.
كان الرجل على صلة بشبكات التهريب وقد وجهه إلى من هربه إلى التراب المغربي. يقول إسماعيل إنه لم يعامل بقساوة منذ أن دخل المغرب. كان العرب الزاهي وهو ميكانيكي في 26 من العمر الأقرب إلى إسماعيل، وقد علم منه أنه لما غادر قريته في زينياري وكان في 22 كان يريد التوجه إلى أوروبا لإتمام دراسته في الميكانيك، لعل ذاك ما جعله يقترب منه أكثر. وكثيرا ما كان يتبادلان الحديث حول محركات السيارات، وقد رافق إسماعيل صديقه المغربي عدة مرات إلى الورشة التي يعمل بها، ثم لما تطورت علاقاتهما كان يساعده في إصلاح محركات سيارات يتسلمها من أصحابها خارج الورشة التي يعمل بها في حي الإدريسية. كان لقاء مساعدته تلك يدفع له مما يحصل عليه. علم العربي من صديقه أنه حين قرر الرحيل لم يكن يدرك حجم المعاناة التي كانت في انتظاره، يضحك وهو يتذكر، ثم يستدرك أن كل ما كان يهمه أن يصل إلى أوروبا، قارة الأحلام كلها والنجاحات كلها. كذلك كان الشبان من أقرانه في زينياري يتخيلونها، بل كذلك صورت لهم، الذين التقاهم مكدسين على ظهور الشاحنات التي عبرت بهم الصحارى والفيافي صعودا إلى الشمال. كانت لديهم الأحلام ذاتها بالتلاوين ذاتها لا تختلف في أي شيء. ثم إنه كان يدرك أن نجاح مغامرته التي غامرها ستعود على أسرته، على شقيقاته الثلاث وعلى والدته ببعض السعادة، فقد كان وهو يودعهن قبل أن يبتلع أفق زينياري الشمس يعدهن بمال وملابس وأشياء كثيرة. يكمل ابتسامته بينما تنزل من جفنيه عبرات رسمت على وجنتيه خطا من بلل، يتنفس عميقا، ينتبه إلى أن جليسه العربي يصغي إليه وإلى حكايته وأنه ينتظر المزيد. في مرة واحدة حكى عن حبه لبنته، كانت جميلة القرية وقد نافسه عليها شبان كثيرون، ولكنه وحده من ظفر بقلبها. حتى وقد مرت الآن سنوات 10 ما زال موقنا بأنها تنتظره، ولعله قرأ في نظرات العرب ما يشي باستغرابه أن تنتظره بنته خلال كل تلك السنوات. ابتسم في وجهه وقال له: نحن في إفريقيا نحترم الوعود، وقد وعدتها بأنني سأعود إليها ووعدتني بأنها ستنتظرني. لم يرغب العرب في التعقيب، ما قاله صديقه إسماعيل يغنيه عن كل تعقيب. تمكن العربي من إيجاد عمل قار لصديقه إسماعيل في معمل للنجارة، كان يتولى صيانة الآلات، وقد مكنه ذلك من الحصول على أجر كفاه الوقوف عند الإشارات الضوئية في ملتقيات الطرق أو في أبواب المساجد، وكذلك تعززت صداقته أكثر مع العربي. لم يكن إسماعيل مقتراً، ولكنه كان يحرص على توفير بعض المال. صار يفكر في العودة إلى زينياري، إلى أسرته وإلى بنته. أخبر العربي بأنه بعث لها برسالة مؤخراً، وبأنه تلقى منها رداً مفاده أنها ما زالت تنتظره. انتظر الشاب الإفريقي 8 أشهر أخرى. في مارس من العام 13 و2000 قرر العودة إلى بوركينا فاسو. أتم إجراءات تجديد جواز السفر، لم يكن لديه من بديل عن السفر برا، وكذلك استقل الحافلات نزولا إلى الحدود المغربية الموريتانية. كان معه متاع حمله 3 حقائب كبيرة. لقد اشترى هدايا لأمه ولشقيقاته وأيضا لبنته. عليه أن يعبر لها عن شكره لوفائها، يعلم أن شبانا كثيرين ممن نافسوه عليها تقدموا لخطبتها ولكنها رفضت. كانت الرحلة طويلة وشاقة، استغرقت أكثر من 2 أسبوع. في محطات كثيرة كان عليه أن يتوقف وينتظر توفر وسيلة نقل. ثم ذات صباح تنفس من جديد هواء زينياري، طرق باب أسرته
كانت عايشة شقيقته الصغرى من فتح الباب. وقفت مشدوها، لم تتعرف عليه من نظرة أولى. كان أشعث أغبر تغطي وجهه لحية كثة، ثم اهتزت وهي تسمعه يناديها باسمها عايشة. صاحت تردد اسمه إسماعيل. جاءت أمها مسرعة، عانقته بحرارة، ظلت متمسكة به دقائق لن تعوضها حتما حرمانها منه على مدى السنوات التي انقضت. ثم أرسلته وجاء يحمل متاعه إلى غرفة مقابلة للباب الخارجي. سأل عن شقيقتيه الأخريين عليا وزينب، فعلم أنهما تزوجتا. جاءت أمه بطعام مما توفر لديها، وسريعا جلست بجواره لا تغفل عنه عيناها لحظة. بعد أن أخذ قسطا من الراحة مضى إلى الحمام بعد أن جلب الماء ليغتسل ويحلق ذقنه، يعلم أنه سيكون على موعد مع الجيران. الأهم لديه أن يرى بنته. يظن أن ملامحها قد تبدلت، ولكنه لا يخالها إلا الأجمل بين فتيات القرية. التقاها عصرا وقد سره أنها بخير وأنها لا زالت تنتظره. حكى لها القليل عن مغامرته ووعدها بالمزيد بعد أن يخطبها من والديها. في ليلته الأولى بعد غياب دام أزيد من 10 سنوات، حكى إسماعيل لأمه وشقيقاته اللواتي تحلقن حوله عن كل ما رآه في سفره الطويل ذاك. حدثهم مطولا عن العربي صديقه الطنجاوي الذي ساعده في العثور على عمل. بعد 3 أيام خطب إسماعيل حبيبته بنت من والديها، حمل إليهم من الهدايا التي جاء بها من المغرب، ووعدهم بأنه سيصحبها معه إلى طنجة ما أن يتمكن من الحصول على الوثائق الضرورية. كان حفل زفاف بسيط بساطة إفريقيا وغني بالمشاعر. كذلك حكى إسماعيل للعرب عن زفافه لما عاد إلى طنجة. حكى له عن تقاليد قبيلته، عن الأطعمة وعن الألبسة وعن الطقوس التي تسبق الزواج وتلك التي تليه مباشرة. كان العربي يود لو أنه استطاع الحضور ليشارك صديقه الإفريقي فرحته. وعده بأن يرافقه مرة إلى بلدته هناك في زنياري. حين تقترب نهاية شارع ابن طفيل في أجدير، تتباعد البنايات. في ظل أشجار نخيل صغيرة جلس 6 أطفال. من نظرة إليهم يمكن القول إنهم بين 10 و14. الذي يبدو أصغرهم يمسك بين يديه كرة أرجوانية اللون. في مايو يكون الجو حارا، لعلهم فرغوا لتوهم من مباراة في كرة القدم تشي بذلك وجناتهم المحمرة. في الأرض المجاورة متسع للعب. الوقت زوال. في تلك الساعة من النهار تقل الحركة في شارع ابن طفيل. يخوض الأطفال في أحاديث ليست ذات معنى إلا لديهم. وفجأة قال الذي يمسك الكرة بيده: شاحنة. هم جميعهم بالوقوف. كانت على بعد نحو 100 متر. السائق يعالج المنعطف قادما من زنقة تصب في شارع ابن طفيل. قال أحد الصبية إنها الشاحنة التي توزع المياه المعدنية على الدكاكين. ابتسم كبيرهم وقال: ونحن نعاني من العطش. كلماته تلك كانت كافية لتحفيز الذين معه. قال الذي يمسك الكرة الأرجوانية: سنحصل على المياه. الشاحنة تقترب. ولما صارت بمحاذاته التفت السائق جهتهم. لم يكن معه أحد. ببطء تتقدم الشاحنة، ثم قال كبيرهم: الآن. انطلق الصغار كالسهام يتبعون الشاحنة، وسريعا تسلقها 3 منهم. أمسك 2 بعلبة بها 6 قنينات وناولاها 2 كانا يجريان خلف الشاحنة على بعد 1 متر أو أقل من ذلك. أمسك بالعلبة وكاد ثقلها يسقطهما أرضا. ينظر السائق في مرآته، لابد أنه تفطن إلى ما يقوم به الصغار. أوقف الشاحنة بشكل مفاجئ وسمع للفرملة صوت يشبه العطاس. نزل السائق وجاء يتفقد حمولته.
كان الصغار قد ابتعدوا وهم يحملون كيس قنينات الماء المعدني الذي خلف ثغرة. نظر جهتهم وعاد إلى الشاحنة. كانوا يراقبونه. رأوا دخانا كثيفا يخرج من العادم بينما على هدير المحرك، ثم انطلقت الشاحنة ببطء شديد. عاد الأطفال إلى حيث كانوا. على ضحكهم وهم يتناوبون على الشرب من قنينات الماء التي سرقوها. ثم تدخل كبيرهم الذي ينادونه رضوان، أمسك بقنينتين لم تفتحا بعد، وقال إنه سيحتفظ بهما حتى إذا ما عطشوا شربوا منهما. لم يعارضه أحد من الأطفال. عم الصمت المكان. قال أصغرهم الذي يتولى الاحتفاظ بالكرة الأرجوانية إنه يحس بالجوع وإن عليه أن يمضي ليتدبر أمره. سمع أحد الصغار يقول: سنذهب سويا. بعد 10 دقائق اتفقوا على التحرك بحثا عن الطعام. علمتهم تجارب ماضية أن الوجهة الأفضل لطلب الطعام وسط المدينة. تقدمهم رضوان وتحركوا متبعين شارع ابن طفيل. قبيل وصولهم إلى التقاطع مع شارع مولاي علي شريف رأوا سيارة بيضاء من الحجم الكبير. قال صوت من المجموعة إنهم رجال القوات المساعدة. كلماته أثارت حالة استنفار في المجموعة. توقفوا معا. ثم قال رضوان: وهناك أيضا شاحنة الماء المعدني. لم يكن بحاجة إلى إضافة كلام آخر. أسرع الأطفال 6 في عبور الشارع إلى الجانب المقابل، ثم جروا هاربين. في ذهنهم الآن أن وجود شاحنة الماء وسيارة القوات المساعدة يعني أنهم مطلوبون. توغلوا في زنقة متفرعة عن الشارع. اكتشف رضوان بقعة أرضية عارية بين منزلين فبادر إلى الاختباء بها. تبعه آخرون. في عمق تلك البقعة بناء غير مكتمل لمنزل واجهته على الشارع الخلفي. تمددوا على التراب وعيونهم تراقب الزنقة. لم يطل انتظارهم. رأوا سيارة القوات المساعدة تعبر. لم يعد لدى أي منهم ذرة شك في أنهم مطلوبون. هم حامل الكرة الأرجوانية بالنهوض من مكانه، ولكن رضوان ضغط على رأسه حتى لامس فمه وأنفه التراب. ظل ملتصقا بالأرض. ثم شوهدت سيارة القوات المساعدة وهي تعود من الزنقة نفسها. توقفت عند القطعة الأرضية الفارغة. نزل منها أحدهم. نظر إلى حيث هم ممددون. ظن الأطفال أنهم لن يستطيعوا الفرار. أشار رضوان إليهم بيده أن يبقوا منبطحين. تراجع رجل القوات المساعدة وشوهد وهو يركب، ثم انطلقت السيارة. أخذ رضوان وضع الجلوس وفعل آخرون مثله. قال لهم إن عليهم أن يغادروا ذاك الحي بسرعة وأن يمشوا متفرقين. وحتى يتجنبوا دورية لرجال القوات المساعدة سلكوا دروبا عدة أفضت بهم إلى شارع مولاي علي شريف قريبا من نهايته. سلك رضوان ومعه طفلان آخران زنقة ابن رشد. ما يهمهم أن يعثروا على مطعم أو محل يبيع المواد الغذائية. قبل أن تنتهي الزنقة اكتشفوا حانوت بقال يبيع من كل شيء. في مدخل الدكان صناديق ملئت خضرا وفواكه. توقف رضوان وقال لهما إنه سيدخل الحانوت ويطلب من البقال بضاعة لن تكون عنده، وإن عليهما أن يسرق بطيختين ويواصل السير. وكذلك فعل. سأل البقال عن مشروب غازي لم يكن متوفرا لديه. وفي الوقت الذي كان صاحب الدكان ينصت لرضوان في غفلة منه، حمل كل من الطفلين بطيخة وواصل السير. بعد دقائق لحق بهما. صادف وصولهم شارع شتوكا ظهور أصدقائهم الثلاثة. الأصغر في الظاهر على الأقل ما زال ممسكا بالكرة الأرجوانية. كان الآخران يحملان خبزا. قال زعيمهم إن عليهم أن يبتعدوا ويطلبوا مكانا يأكلون فيه. كان لفرط ما تجول في الشوارع
يعرف مكانا غير بعيد يتخذ موقفا ليليا للسيارات. مالت الشمس للمغيب. قال رضوان إنه سيمضي الليل هناك، يعلم أن الخمسة لن يعارضوا اختياره. التهموا البطيختين والخبز، انتشرت حولهما قشور البطيخ. كان رضوان لا يزال يحتفظ بقنينة من الماء المعدني. يحد المكان جدار قصير من جانبين، رأوا رجلا يقبل في يده حقيبة صغيرة، لعله لم ينتبه إليهم. سكتوا جميعهم وهم يتابعون خطواته. اقترب الرجل من الجدار وأدار وجهه إليها. قبل ذلك وضع حقيبته. نهض رضوان وتوجه إلى الحقيبة، حملها وعاد يجري. هم الأطفال الذين معه بالنهوض فأشار إليهم أن يبقوا حيثهم. مضى منحني الظهر إلى الجدار الآخر ووضع الحقيبة. من حيث هو سيرى كل من يقترب من الجدار. عاد إلى مكانه. استدار الرجل الذي كان وجهه إلى الجدار. لم يرصد رضوان أي ردة فعل في الوهلة الأولى، لعله لم يتفطن بعد إلى اختفاء الحقيبة. ثم ها هو يبحث عنها، يضرب كفا بكف، وبدأ يجول في محيطه. ثم اقترب من الأطفال، نظر إليهم نظرة اتهام، ثم وقف قريبا من كبيرهم رضوان وسأل: أين هي الحقيبة؟ لم يتحرك الصغار. الطفل الذي يمسك بالكرة توكأ عليها وصار يتأمل الرجل الذي ينزع إلى البدانة. كان يبدو ضخما إذا ما قورن بأجسادهم الهزيلة. عاد ليسأل: أين الحقيبة؟ استوى رضوان في جلسته وسأله: عن أي حقيبة تتحدث؟ الحقيبة التي وضعت هناك، وأشار إلى المكان. صاح رضوان بأنه لم يرى أي حقيبة ولا يدري عما يتكلم الرجل البدين، وحتى يجعل لما يقوله وزنا كان يقسم بلا توقف. من الشارع المحاذي جاء بعض الفضوليين، كانوا ثلاثة في البداية، وقفوا غير بعيد يتابعون. وجودهم شجع الرجل على الإمساك برضوان. أحس الفتى بأنه لن يستطيع التفلت من قبضته، ثم صار يهزه بعنف. الأطفال الآخرون يتابعون مشدوهين. الأصغر ظل ممسكا بالكرة وينظر. ثم اقترب أحد الفضوليين الثلاثة وصار يطلب من رضوان أن يرد على الرجل حقيبته. لم يكترث إلى ما يقوله، كل همه في تلك الأثناء أن يتفلت من قبضة ذاك الرجل البدين. يقول إنه إن تفلت فإنه سوف يصل إلى الحقيبة. أحد الصغار وكأنما كان يقرأ فيما يفكر فيه رضوان نهض من مكانه، تبعه آخرون، ثم تفرقوا. لم ينتبه إليهم الرجل الذي ظل ممسكا برضوان كبيرهم، الذي صار يحيط به الفضوليون الثلاثة من كل جهة. سمع أحدهم يقول للرجل: إن هذا الفتى المتسكع في الشوارع معروف أنه يسرق. هم بالرد عليه ولكنه تراجع، يعلم أن الفضولي لم يكذب. نظر إليه، لم يسبق له أن رآه. التحق بالمكان فضوليون آخرون، بينما ذهب أحد الأطفال الخمسة إلى حيث وضع رضوان الحقيبة. كانت هناك، حملها وتسلل إلى الشارع. قبل أن يبلغ الرصيف صادف رجلين من القوات المساعدة يذهبان إلى حيث رضوان. لعلهما لم ينتبها إلى الحقيبة، وتمكن الطفل من الانصهار في الشارع. أمسك أحد رجلي القوات المساعدة برضوان. سمعه يقول إنه سيقتاده إلى المخفر ومعه صاحب الحقيبة. ثم ما لبث أن تفرق الجمع. لم يكن المخفر بعيدا. أدخل غرفة مربعة لا شيء بها وأقفل الباب. يسمع الرجل الذي ينزع إلى البدانة يكرر حكايته، يقسم بأنه استدار إلى الجدار إذ استجاب لنداء الطبيعة، وإنه وضع حقيبته الصغيرة غير بعيد. ثم لما فرغ مما كان فيه لم يجد الحقيبة. سمع الباب يفتح وظهر رجل من القوات المساعدة. أمسك بالفتى وجاء به. قال له إن الرجل يطالب بحقيبته التي أخذتها. وحتى يجعله يعترف قال له: هناك من رآك.
جهش رضوان بالبكاء وهو ينتحب. قال إنه أخفى الحقيبة عند الجدار الآخر من موقف السيارات الفارغ، وإنه على استعداد ليدل على مكانها. اقتيد إلى هناك، ولكن الحقيبة لم تكن حيث وضعها. بدأ أن الأمور نحت منح التعقيد. أعيد رضوان إلى الغرفة التي وضع بها عندما وصل المخفر. اتفق رئيس المركز مع أحد مساعديه على إخلاء سبيل الفتى ومراقبته. لم يكن في ذلك ما يطمئن صاحب الحقيبة، ولكنه مرغما وافق. غادر رضوان المخفر، لم يكن يعلم أن هناك من يراقبه، ثم إنه ظن أن الحقيبة ضاعت، قد يكون ظفر بها أحدهم. مضى إلى مكان اعتاد أن يلتقي فيه بقية الأطفال، كانوا هناك جميعهم ومعهم الحقيبة. ما أن رأوه حتى هبوا إليه. الذي أخذ الحقيبة جاء يقول له إنه يحتفظ بها، ودون تأخير أخرجها من تحت حصيرة بالية كانوا يفترشونها، وما أن أمسك بها يريد فتحها لمعرفة ما بداخلها حتى أطبق عليهم. جاءت السيارة البيضاء الكبيرة وحملتهم جميعا إلى المخفر. كانوا أطفالا بلا عائلات تأويهم، يعيشون في الشارع كما القطط الضالة، لا يعلمون لهم أبا ولا أما ولا حضنا يأويهم. كلهم قاصرون، أطفال بلا سقف بلا قدوة. انتهى المطاف بالستة إلى مؤسسة لإصلاح الأحداث.